سعادة وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، تقيم قناة المرقابة الفضائية مسابقة شعرية بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن. قيمة هذه الجائزة أو مجموع هذه الجوائز تصل إلى مبلغ حوالي 12 مليون ريال. كلمتكم للقائمين على هذه المسابقة ورسالة توجهونها. الحقيقة هذه المسابقة كونها تأتي في هذه المناسبة الاحتفالية، مناسبة عودة مولاي خادم الحرمين الشريفين ولله الحمد إلى أرض الوطن سليما معافى، هذه يكفيها فخر ويكفيها شموخا وعطاء أن تتفاعل مع هذه المناسبة. الكل في هذه البلاد فرح، الكل في هذه المستبشر، الكل في هذه البلاد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يديم على شعب هذه المملكة الأمن والاستقرار والطمأنينة. هذه الحقيقة واجب لدينا كقنوات إعلامية متخصصة وغير متخصصة، لا نلقي فقط بالعبء الأكبر على القنوات الرسمية، ولكن يجب أن تكون القنوات الخاصة لديها الاستشعار ولديها الحس ولديها الرغبة الحقيقة والتطلع إلى أن تشارك في أي فعالية تعكس مدى اهتمامها بإرث هذا الوطن وبقادة هذا الوطن وبلاده. ومن هنا جاءت مشاركتكم في هذه المسابقة، والتي إن شاء الله بحجم جوائزها وبالتفاعل فيها والمشاركة فيها من جميع المؤهلين لهذه المسابقة أن تعكس الحقيقة مدى حرصكم ومدى ما لدى هذه البلاد من كوادر ومن طواقم ومن ثقافة، وأيضا تحرص على مدى متابعة المشاهدين في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية مثل هذه الفعالية، والتي ننتظر إن شاء الله أن تتم على خير مرام. ونحن في تلفزيون المملكة العربية السعودية قلبنا وروحنا معكم ومستعدين المشاركة معكم فيما تشاؤون، ونطلع إن شاء الله أن نقدم وأن نخدم كل ما في رفعة هذه البلاد، والدعاء لخادم الحرمين الشريفين بأن يديم الله عليه الصحة والعافية. شكرا لك، حياك الخالد.